أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم بطاقة دعوة بشكل احترافي وبسيط. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم الورقة من قائمة تخطيط ومن ثم الحجم، ونختار أحجام الورقة الإضافية. راح يكون العرض 21 أو 20، والارتفاع أيضا 20، يعني القياس راح يكون مربع. ثم من قائمة إدراج صورة راح نضيف الباك جراوند الخاصة بالبطاقة. راح نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن التفاف النص راح تكون خلف النص. راح نكبر الصورة بحيث تملأ الورقة. الخطوة التالية راح نضيف صورة للزخرفة بهذه المنطقة، ثم نستنسخها لتكون بهذه المنطقة. من إدراج صورة، وراح نضيف هذه الصورة. طيب، راح نكبر صورة الزخرفة، ومن ثم كليك أيمن التفاف النص، وراح نختار أمام النص. راح نخلي الزخرفة بهذه المنطقة، لا بأس طبعا نكبرها أكثر بهذا الشكل. طبعا نضغط كنترول ونسحب الزخرفة حتى تستنسخ، ويفضل مع الكنترول نضغط شيفت حتى تنزل بنفس الاتجاه. طيب، الآن راح نعكس اتجاه الزخرفة من قائمة تنسيق استدارة، وراح نختار انعكاس عمودي بهذه المنطقة. الآن راح نكبر التصميم، ومن إدراج مربع نص ورسم مربع نص راح نكتب دعوة. راح نغير حجم ونوع ولون النص من الصفحة الرئيسية، ممكن هذا الفونت. راح نكبر حجم الخط، ممكن يكبر بعد حجم الخط بهذا الشكل. الآن راح نختار لون وليكن هذا اللون. راح نفرغ المربع من اللون من تنسيق. تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. لا بأس انه يكبر حجم الخط بهذا الشكل، ممكن يعني يكون حجم كبير، ممكن 60. جيد. الآن راح نضيف التفاصيل او النص الخاص بالبطاقة. من إدراج مربع نص ورسم مربع نص. طيب، الآن راح ننسق النصوص. طبعا راح نظلل النص، وراح نغير نوع الخط، راح يكون توسيط، وطبعا لا ننسى انه نغير الحجم ايضا. يفضل الامور المهمة تكون بولد، يعني مثلا عنوان الكتاب راح يكون بولد، لا بأس انه يصغر قليلا مثلا 15. وطبعا ممكن التاريخ والوقت وحتى العنوان ايضا يكون بولد بهذه الطريقة. طيب، ممكن انه يكون لون اسود باعتبار مأخوذ من نفس هذا اللون، ممكن انه يتغير اللون. ممكن الامور المهمة نخليها بنفس لون كلمة دعوة بهذه الطريقة. وطبعا ممكن الحجم كله يكون 18 بهذه الطريقة. لطيف. الآن من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، ومن مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا بطاقة دعوة جميلة ولطيفة بنفس الوقت.